3 دقائق. تليفون ما تكسينات تليفون اكسينات الله لا يروح يرن والله دار ما ادري مشغول او شيء السيدات والسادة الحضور، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في بيت السلام وأمسية جديدة من أماسي مؤسسة الحوار الإنساني بلندن. أمسية اليوم فاتحة أماسي شهر آب، وكما أعلننا عنها في الأسبوع الماضي يعني مجموعة أماسي مختلفة عن ما سبقها، أماسي في الجانب الإبداعي، يعني راح يكون عندنا أمسيتين شعرية في هذا الشهر، وأتمنى أنه تحظى بتواصلكم وتحظى بإعجابكم. ضيفنا لهذا اليوم، ضيفي وضيفكم لهذا اليوم، هو ضيف قادم للمملكة المتحدة من هولندا. حظينا ورتبنا بهذه الأمسية، أمسية اليوم، هو شاعر ومترجم عراقي مقيم في هولندا، الأستاذ محمد الأمين. سنقوم بالتعريف به. أستاذن حضراتكم بس إطفاء الموبايلات أو جعلها على الصامت قبل ما نبدأ الأمسية حتى ما تقاطعنا. للتعريف بالضيف نقول: الأستاذ محمد الأمين شاعر من العراق مقيم في هولندا، هو من مواليد بغداد عام 71، عمل في الصحافة الأدبية منذ مطلع التسعينات، وساهم في إصدار عدد من المجلات الثقافية مثل الحابشيون ومجلة شيراز، وكما أشرف على القسم العربي في قناة زوم إن تي في الهولندية، إضافة إلى كتابته مئات المقالات حول السينما الإيرانية، يعني بالسينما وبالسينما الإيرانية تحديدا، وسنحظى بشيء خاص اليوم. ترجم محمد الأمين إلى الفارسية الكثير من الشعر العربي المعاصر، ونقل إلى اللغة العربية قصائد لرواد الحداثة الشعرية الإيرانية، صدر له سهراب سبهري الأبدية في الأغصان مختارات شعرية عام 2005، فاروق فرغزاد مختارات شعرية 2005، ومختارات من الشعر الفارسي المعاصر بشقيه الإيراني والأفغاني عام 2005. وعن منشورات المتوسط صدر له ترجمة ديوان ريح وأوراق للشاعر والمخرج السينمائي عباس كيارستمي. عباس كيارستمي من أعمدة السينما الإيرانية، بالإضافة إلى إبداعات المتنوعة في عدد من المجالات من ضمنها الشعر الذي ترجمه الأستاذ محمد الأمين. وأخيرا كتاب أخضر أحمر قصائد الشاعر الإيراني صادق رحماني، وهو شاعر معاصر مهم في تجربة الشعر الإيراني. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الأستاذ محمد الأمين. شكرا جزيلا، مساء الخير.
أنا في الحقيقة سعيد جدا بهذه الأمسية، وأشكر مؤسسة الحوار الإنساني، وأشكر الأستاذ صادق على هذه الأمسية. في الحقيقة هذه أول أمسية بحياتي ألتقي فيها جمهور عراقي، يعني بدون مجاملة، لا في المهجر الإيراني ولا في هولندا كان هناك فرصة، أنه فأحببت أنه أبدأ في الحديث عن يعني من البدايات من العراق. أنا هجرت من العراق عام 1982 بعد ما أكملت، وكنت على وشك أن أنهي مرحلة الابتدائية. ساعدتني على مجال على الخوض في مجال الأدب مجلة للأطفال، يعني في العراق أنا كنت من المتابعين مجلتي والمزمار، فحاولت أن أوجد بديل في المهجر الإيراني في مخيم جهرم. فأول مجلة سقطت في يدي كانت هي مجلة كيهان بتشهار، فساعدتني على تعلم اللغة الفارسية بشكل كبير. لغاية التسعينات، يعني النقلة الأساسية كانت في التسعينات مع الانتفاضة. في الانتفاضة يعني جاء إلى إيران جيل جديد ومهاجرين جديدين من العراق ومنهم أدباء، ففكرنا بإصدار نشرة ثقافية أدبية، فكانت البدايات مع نشرة الشرق الجديد، وكنا نحاول نوصلها ونتواصل مع الأدباء العراقيين. ومن بعدها مجلة الهامشيون هي أيضا تطبع. الأستاذ عدنان الصار أتذكر كان على تواصل معنا، وفكرت أنه أفضل طريقة للحصول على الكتاب العراقي هو أنه أفتتح يعني كتب مكتبة في مدينة قم، وهذه وفرت لي فرصة أنه أتوصل بكتب كثيرة من الأدب العراقي. يعني أنا في حقيقة الأمر تعرفت على بدر شاكر السياب ووادي القصيدة العربية في المهجر الإيراني في العراق، يعني حد كان عمري 11 سنة تقريبا ما كنت أعرف شيء عن الشعر العراقي. إلى يعني جوار اللغة الفارسية كانت هذه فرصة، وكانت تصلنا مجلات، مثلا أتذكر مجلة الأخطاب الأدبي، كانوا أصدقاء أعزاء من خارج العراق أيضا يتواصلون معنا. ف في التسعينات أيضا صارت فرصة أنه أصدار مجلة من قبل مؤسسة إيرانية خرجت يعني كثير من المخرجين السينمائيين والأدباء، كانت منفتحة، يعني بدايات الانفتاح الثقافي في إيران في التسعينات مع عهد محمد خاتمي، فكر في إصدار مؤسسة حوزة هنا إصدار مجلة أدبية، ومن هنا كانت مجلة شيراز. في العدد الأول كان بمشاركة شعراء يعني من العراق ومن خارج العراق من المغرب العربي، قصائد الأستاذ عدنان صار كان في العدد الأول. يعني هذه بدايات عملي في مجال الصحافة الأدبية. من عدها يعني كان يعني بالتوازي معها كان هناك طموح أنه يعني انفتح على الأدب أقرأ للأدباء الإيرانيين غير الكلاسيكيين. في التسعينات ترجمت قصائد الفروخ فرخزاد. فروخ فرخزاد يعني بمجرد أنه شاب يشيل مجموعتها، أو أي شخص يشيل مجموعتها الشعرية في مدينة قم، كأنه هذا الشخص ده يعلن الثورة، يعني لأنه شاعر متمردة على القيم الاجتماعية، وأيضا يعني هي كانت دائما على فاصل جد كبير مع التوجه السلطوي في الزمن الشاهنشاهي. فحركة يعني بدايات ترجمتي بدأت مع بالحقيقة مع فروخ فرخزاد، كانت بالنسبة لي صوت مبهر ومتمرد، وفتحت لي أفق جديد أنه أنظر إلى الأدب الفارسي بطريقة أخرى. يعني كانت شبه معجزة أنه أما أتعبر عن كل مشاعرها بطريقة أنثوية مختلفة عن النبرة الذكورية بالشعر الفارسي. كثير من الشعرات الإيرانيات كانوا يستعيرون النبرة الذكورية في كتابة القصائد. فروخ فرخزاد يحسب لها بأنها كتبت القصيدة الأجرأ في تاريخ الأدب الفارسي، قصيدة قصيرة جدا بعنوان وردة حمراء. الشرق الجديد يعني كنشرة
الهامشيون كنا نصدرها مع أصدقاء عراقيين بطريقة شبه سرية. فمن أجل أنه إذا يعني بعيدا عن المحظورات وكذا، كنا بين فترة أخرى أيضا نضع نصوص قصائد لشعراء عرفانية. في ذاك الوقت كان مثلا الحدث الأبرز في إيران في التسعينات مثلا قصائد الخميني، طرح ديوان الخميني كشاعر. فبالنسبة للوسط الثقافي الإيراني هذا يعني كان شيء غير معروف أنه الخميني شاعر. أيضا كانت هناك ترجمات جوار فاروق فرخزاد أنه ترجم بين فترة أخرى قصيدة عرفانية. هذه بداياتي كانت مع الترجمة مع فاروق فرخزاد، ومن بعدها سهراب سبهري، أحمد شامل، رواد القصيدة الفارسية. لما نتحدث عن الحقيقة عن الأدب الفارسي وبداياته، نلاحظ أكو مسألة أساسية، أنه الأدب الفارسي الكلاسيكي هو نتاج متصوفة. لا يوجد لحد هذه اللحظة شاعر إيراني يعني يستطيع أن يقول أنه هو متحرر بطريقة كاملة من النزعة الصوفية. هذه واحدة من خصائص القصيدة الإيرانية. متصوفة كبار هم اللي أنتجوا القصيدة الفارسية، وليس يعني مثلا من اعتمد على معجميين أو علماء لغة من هذا القبيل. هناك في الحقيقة أربع مدارس أدبية في الشعر الفارسي الكلاسيكي. المدرسة الخراسانية اللي يمثلها مثلا أبو القاسم الفردوسي، مبنية على القصيدة الطويلة والنفس الحماسي والاعتزاز بالبعد القومي والمآثر القومية. خصوصيتها أيضا المدرسة الخراسانية أنه فيها فخامة اللغة الفارسية شبه منغلقة على المفردات العربية والتركية، و يعني لا مجال للعاطفة، تكاد أن تغيب العاطفة الشاعر نفسه، هو دائما في حالة حرب وسجال وصراع. من بعد المدرسة الخراسانية هناك المدرسة العراقية. بين المدرسة الخراسانية والمدرسة العراقية في الشعر الفارسي الكلاسيكي يقف العطار النيشابوري شامخا، يعني هو بدايات المدرسة العراقية، أو هو المؤسس للمدرسة العراقية، لكن تبلورت بشكل أكبر مع حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي. تسمية هذه المدرسة العراقية لها دليل، يعني قسم يقولون نسبة إلى العراق، يعني العراق يعني بغداد بالتحديد، على اعتبار بأنه الثقافة الفارسية كانت منفتحة على المدارس الأدبية والحياة الثقافية في بغداد. وخير مثال هو سعد الشيرازي اللي سبق حافظ الشيرازي تقريبا 30 سنة، وكان عايش في بغداد، وقصيدته باللغة العربية في رثاء سقوط بغداد هي يعني من القصائد الشهيرة. لكن تبلورت أكثر المدرسة العراقية مع حافظ الشيرازي. العشق الإلهي والعشق الإنساني إلى جوار بعضهم الآخر يتبلوران بالغزل الإيراني، يعني ذروة الغزل الفارسي هو مع حافظ الشيرازي. لذا مثلا كثير من النقاد يقولون لا يوجد شاعر من بعد حافظ استطاع أن يكتب غزل أعلى من مستوى حافظ على الأطلاق. يعني الخصوصية الأساسية إذن شخصية الرند. الرند هو شخص قريب يجمع هذا من المصطلحات اللي أساسية في قصيدة حافظ الشيرازي. الرند هو الشخص اللي تقريبا نقدر نقول عليه العبيد، ولكن العبيد اللي أيضا عنده بعد عرفاني وصوفي في شخصيته. فالهسبب هذا مثلا قصيدة حافظ تقع اللي يجد بها أنه هي قصيدة عشق إنساني بحت، ومن يرى فيها رمز للعشق الإلهي، وكل يعني وجهتين صعبتين.
من خصوصيات المدرسة العراقية هو الانفتاح على اللغات أو مفردات عربية ومفردات تركية. يعني يكفي أنه حافظ، هو أساساً لقب من كونه حافظ للقرآن، يعني هو متمكن أساساً من اللغة العربية. في هذه المدرسة أيضاً برز الشعر أو الملمع، يعني هو مزيج بين العربية والفارسية. الملمع يعني كثيرين يعني يعتبروه أنه هو شكل شعري لا يرقى إلى مستوى الغزل الإيراني ولا إلى مستوى أي بيت من الغزل الفارسي، يعني هو ضعيف على غير كثير من قصائد جلال الدين الرومي مثلا من تقراها بالعربية هي لا تصل إلى مستوى القصيدة الفارسية اللي يكتبهم، رغم كونه يعني الفرق بين حافظ الشيرازي وجلال الدين الرومي يعني الفرق الشكلاني أنه حافظ عنده ديوان 360 متفق عليه 360 غزل، بينما جلال الدين الرومي عنده مؤلفات عديدة، هو يكفي أنه كليات شمس 6000 بيت و 7000 بيت في ديوان واحد. يعني هذه المدرسة العراقية إذن طرحت العرفان بطريقة يعني ذروة العرفان في القصيدة الفارسية هو مع المدرسة العراقية، ومن بعد المدرسة العراقية من بعد أنه الغزل كان دائما يصطدم بجدار سميك اسمه حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي وخاجة كرماني. خاجة كرماني يعني بالمناسبة هو حتى حافظ يعني يشيد يعني بموهبته الشعرية العالية ومزاره موجود في مدينة شيراز، هو أيضا يعتبر من كبار المدرسة العراقية وشاعر جد مهم في القصيدة الفارسية، لكن المشكلة أنه يعني موهبته ومكانته الشعرية بسبب وجود حافظ يعني ما تم تسليط الضوء عليها بشكل كافي في من باب الشهرة ومن باب النقد الأدبي والفني، ولكن أي غزل من غزليات خاجة كرماني هو يكاد أن يكون يضاهي مستوى حافظ الشيرازي. مع الأسف في مجال الترجمة إلى اللغة العربية رغم أهمية جيل عبد الوهاب عزام المصري ودورهم الكبير ودور تلامذته الكبار في الترجمة لم يترجم إلى اللغة العربية. حسنا أنا ما أحب أطيل عليكم، من بعد هذه المدرسة العراقية هناك المدرسة اللي تحمل تسميتين، المدرسة الهندية أو المدرسة الأصفهانية. كثير من الشعراء الأصفهاني اللي غادروا إلى الهند وسميت أيضا بالمدرسة الهندية، ومنهم صائب تبريزي ومنهم أحد عمالقة الشعر الفارسي اللي يحاول الإيرانيين يعني في السنوات الأخيرة يحتفلون به ويقيموا له مهرجانات وكذا من بعد ما اصطدموا بتأجيل، يعني اصطدموا بتجربة يعني تجربة شوية مزعجة بالنسبة لهم أنه جلال الدين الرومي مثلا صار تركيز عليه في تركيا، فيكاد يعني القارئ الغربي لا يعرف على الجانب يعني يعتقد بأنه جلال الدين هو شاعر تركي، هو بالحقيقة هو ليس بشاعر تركي، فحاولوا أنه يكسرون هذا يعني أو لا تتكرر التجربة. فصار اهتمام من قبل يعني بالسنوات الأخيرة بشاعر كبير وشاعر عملاق اسمه بيدل دهلوي، أبو المعاني عبد القادر بيدل دهلوي. أهميته أنه أو أهمية المدرسة الخراسانية هي بالبيت الواحد، قوة البيت الواحد، الصورة الغرائبية، إطلاق سراح الخيال يعني إطلاق المخيلة لأكبر قدر ممكن، وهذا يجعل عملية ترجمة قصائد المدرسة الأصفهانية مثل ما واحد يترجم مثلا
الديوان هو ممتلئ بالصور والاستعارات الغريبة. مكتبة العودة القرن التاسع عشر هو العودة إلى من بعد محاولات كثيرة العودة إلى المدرسة الخراسانية. مجموعة من الشعراء من ضمنهم تقي بهار وده خدا صاحب الموسوعة العريقة فكر أنه أفضل حل هو العودة إلى اللغة الفخمة، فصارت يعني لغة قاموسية بالحقيقة. ما صار في تجديد في الشعر الفارسي إلى مع إلى من بعد أن ترجمت الكثير من الروايات الإنجليزية والفرنسية والروسية اللغة الفارسية. فالتجديد الحقيقي تم من خلال ترجمة النثر ومن ثم لحقه الشعر. اللي قاموا بتجديد الشعر الفارسي وهذه مفارقة يعني بالمقارنة مع تجارب أخرى في شعريات أخرى مثل الشعرية العربية هم الشعراء الصحفيين يعني أو الشعراء اللي هم كانوا رؤساء تحرير صحف ووضعوا حد للمضامين الكلاسيكية بالشعر الفارسي ودخلوا مفردات الحياة اليومية ومعاناة الفرد الإيراني إلى قصيدتهم. ومن هذا أيضا كان هناك طابع سياسي وكانوا مؤثرين جدا حتى في ثورة الدستور سنة 1906. الموهبة الكبيرة اللي بلورت هذا التجديد اللي أنجز مجموعة من الشعراء الصحفيين اللي كان لهم دور جد كبير في تجديد أو وضع أساس القصيدة الفارسية الحديثة هو في الحقيقة علي إسفندياري المعروف بنيما يوشيج نسبة إلى مدينة إلى قرية يوش في إقليم مازندران، خريج المدرسة الفرنسية في طهران، وكان على دراية جدا كبيرة أو على يعني كان يجيد اللغة الفرنسية وعند التكوين الفرنسي وكان يجيد أيضا اللغة العربية. ضروري أنه نعرف أنه اللغة المعتمدة في إيران في العهد القاجاري هي كانت لغة النخبة ولغة البلاط هي كانت اللغة العربية، فكان من الطبيعي أن يكون نيما يوشيج مسلط أيضا على اللغة العربية. وكثير من النقاد الإيرانيين يعتقدون بأنه قصيدة اللي غيرت أو حسمت أو أسست للتجديد والقصيدة الحديثة في الأدب الفارسي اللي هي قصيدة الأسطورة أو أفسانة هي فيها تأثيرات من حتى من الموشحات الأندلسية. احتدام الصراع السياسي والإيديولوجيات أخرج مواهب شعرية كبيرة من الجيل النيمائي نسبة إلى نيما يوشيج، أحمد شاملو، نادر نادرپور، أسماء كثيرة. كانت عودة قوية إلى المضامين الاجتماعية. نعم، وعودة إلى المضامين الاجتماعية في القصيدة الفارسية اللي حاضر بشكل فاعل في القصيدة الحديثة. الشخصي يعني الشاعر الأشهر هو نيما يوشيج. هناك شعراء آخرين مهمين ولكن تجربتهم الشعرية معتمدة على اللغة مثل مهدي إخوان ثالث، مثل الشاعر المشهور سيمين بهبهاني. شخصيا يعني مشروعي الأساسي في مجال الترجمة هو أنه أنتهي من الأعمال الشعرية الكاملة إلى فروخ فروخزاد من بعد ما أصدرت لها مختارات شعرية، وفي الحقيقة أنجزت في هذه السنوات الأخيرة ترجمة ريح أوراق الديوان عباس كيارستمي. عباس كيارستمي طبعا أضافت إلى ثلاث مجاميع شعرية. فقط أشير إلى هذه النقطة بأنه عنده تجربة مهمة وأساسية في الشعر الفارسي. يعني أحمد شاملو رغم مكانته الكبيرة في الشعر الفارسي حينما قدم مشروع أو أعلن عن مشروع في تقديم حافظ الشيرازي بطريقة أخرى وطريقة معاصرة واجهوا مجموعة من النقاد،
اعتبروا حافظ خط أحمر لا يمكن التلاعب بقصيدة حافظ بأي شكل من الأشكال. جرأة عباس كيارستمي أنه استطاع أن يقنع النقاد الإيرانيين بتقديم حافظ بطريقة مغايرة، فقدم كل ديوان حافظ على شكل شذرات هي أقرب إلى الشذرة أو الهايكو أو اللقطة أو الصورة، ثلاثة أسطر من كلمات معدودة. وأهم شيء أنه أكبر متخصص في قصيدة حافظ الشيرازي، أكبر ناقد إيراني عند مؤلفاته كلها تخصص في مجال حافظ الشيرازي، بهاء الدين خرمشاهي هو اللي كتب المقدمة لحافظ برؤية عباس كيارستمي. التجربة اللي أعتقد أو أصور أنه ما لها مثيل يعني في اللغة العربية، يعني صعب مثلاً الآن شاعر مثلاً يقدم المتنبي بطريقة مجموعة 300 هايكو مثلاً أو 300 شذرة. نفس التجربة عباس كيارستمي خاضها مع سعد الشيرازي، مع جلال الدين الرومي، مع شعراء آخرين، وهذه في الحقيقة فيها جرأة لا تقل أهمية عن جرأته في التجديد في مجال السينما. وأتمنى أنه يعني من بعد فروخ فروخزاد يعني المجموعتين الشعريتين الأخرين أيضا أترجمهم لعباس كيارستمي. أنا في الحقيقة ترجمت ريح وأوراق، وهي تقريبا يعني نستطيع نقول كل قصيدة هي كأنها سيناريو إلى فيلم قصير أو لقطة مستلة من مشاهدة فيلم. شكرا. نعم يعني هذه بخصوص تجربتي مع عباس كيارستمي. ورحماني يعني بس حتى انه ما ناخذ الوقت في نعم. المحاضره عن الشعر الايراني. لا عفوا، احنا يعني نسلط الضوء اليوم على محمد الامين. عفوا يعني اخضر احمر بالحقيقه يعود تاريخه الى 1996، في وقتها انا صدرت كراس صغير مختارات من هذا الشاعر الايراني اللي مولود في عام 1965 في مدينه كراش جنوب ايران. و في ذلك الوقت أرسلتها إلى العلامة الفقيد هادي العلوي وكتب عنها يعني رسالة انطباعة بشكل جميل، وحبيت أنه أضمنها في هذه المختارات اللي أضفت لها 30 شذرة أخرى لشاعر يكتب الشذرة بطريقة مختلفة، الشذرة والهامش أو الحاشية كما يسمونها باللغة الفارسية اللي هي توازي القصيدة. أحيانا أتقدم شرح للكثافة اللي موجودة في الشذرة، أو أحيانا تكون بمثابة نص موازي للشذرة. أعتقد شخصيا أنه صادق رحماني هو من أفضل الشعراء من جيل ما بعد الثورة إلى جوار قيصر أمينبور، سلمان هراتي، شعراء مميزين. فقط أحببت أقول بأنه يعني كثيرين يعتقدون أنه الأدب أو الشعر الفارسي بعد الثورة الإيرانية شهد نوع من التراجع، وشخصيا أعتقد بأنه إذا لاحظ الإصدارات الشعرية اللي صدرت بعد الثورة هي إما شكل امتداد أو بموازات، ويعني ما في انقطاع خصوصا على مستوى الشعر النسوي. إذا كان في قبل الثورة مثلا كان هناك فروخ فرغزاد سيمين بهبهاني، نستطيع من بعد الثورة نذكر 10 شاعرات إيرانيات يكتبن القصيدة الحديثة بشكل مميز، من ضمنهن الشاعر مثلا ناهيد كبيري. يعني شخصيا احببت انه من غير ترجمه الشعراء الحداثه الايرانيه مثل بيجن جلالي اللي قصائد ايضا مترجمه الى اللغه الفرنسيه، اترجم بين حين واخر يعني من الشعر الفارسي خصوصا عطار النيشابوري، اعمل على شكل شذرات شعريه مترجمه الى العربي، واتمنى انه يصدر في
يعني كتاب منفصل، وهذا بالنسبة إلى الترجمة. من الترجمة إلى العربية إلى الفارسية مثلاً. من أخضر أحمر مثلاً. أو من عباس كيارستمي. من عباس كيارستمي. لقد بعت حديقتي اليوم، أتعرف الأشجار ذلك؟ لقد بعت حديقتي اليوم، أتعرف الأشجار ذلك؟ أو قصيدة بعنوان غريق. غريق في اللحظات الأخيرة من حياته أهدى العالم بضع فقاعات. في اللحظات الأخيرة من حياته أهدى العالم بضع فقاعات. أطرد الموت من حفل عقدي السابع، الموت يواصل الصبر. أطرد الموت من حفل عقدي السابع، الموت يواصل الصبر. أصدقائي لا يفهمونني، ليس من السهل أن تفهم الآخر. هذا الساحل هو نفسه، هذا البحر هو نفسه، هذه أناي ليست هي أنا. الأيام أطول وأكثر، الليالي أقصر وأكثر، صيف حار وطويل في الطريق. من اليوم العادي لا متوقع. هذه قصيدة عباس كيارستمي. الكثير منها يعني يعتبر شيء غير مألوف في اللغة الفارسية، يعني بين كثير من النقاد اعتبروها تجربة جديدة، وأيضا من بعض النقاد اعتبروها يعني تجربة يعني بسيطة بالمقارنة مع منجزاته في مجال السينما، في مجال الفن، التصوير الفوتوغرافي. أفكاري أيضا لا تتخطى جدران غرفتي. الواقع جعلنا نتفسخ، الحقيقة بعيدة عن العين. الشيء الوحيد المؤكد هو أنني أنا. أصدقائي يسببون لي الشقاء دائما، لا أتذكر شيئا من الأعداء. الصادق رحماني اختار قصيدة أزرق هو الماء، زرقاء هي السماء، أزرق هو الكون، كل شيء أزرق إلا عيناي السوداوان. موت يا بني اللون، أيها المشعوذ، على سرير أي مشفى ستضيع عيناي، عيناي على أي سرير. الحب مثل عود ثقاب، مثل حادثة مباغتة تصل ببطء. المزاعة برمتها حصدتها المناجل، الفزاعة كانت هناك. آهتي الأولى في المرآة كانت تفوح برائحة بسمة طازجة. هكذا يحدث الحب.
أريد محمد الأمين شغلك. أنا الحقيقة يعني تجربة بسيطة في، وأنا سيء جدا في الإلقاء الحقيقة. ف أبدأ من قصيدة احتمالات. هب أنني عبدت حصتي من الضباب إن برغوة الذاكرة أو بتداعيات هذا المنفى الذي شاء أن يترنح في أعماقي وكأنه ناقوس. هب أنني واظبت على حراسة إيقاعك الذي يروض الدم السائب في جسد الماء وعروق الحائط، الذي يوقظ نهد الأنثى لحظة تغفو أنامل الفتى. هب أنني سميت لك قناديل الشوارع قنديلا قنديلا، شارعا شارعا، ورهنت أمسي وغدي في كفك صخب أعمال شاقة في مفكرة محايدة. لكن كيف سأنجو من هذه الآن، من هذه الآن الحادة كعقرب الساعة، أو أنقذ أحلامك بسهو مقصود موقدا نارا أخرى في حدقتيك اللائقتين بالحب دائما، من أجل أن، من أجل أن، من أجل أن تفسر لي بود لا متناه سر هذه الفصول التي تخمر الجليد في القلب. لكن يا لها من مفارقة تثير الشجن أن ترى أغنيتك ملحمة حماسية يرددها خصمك ضدك. أفلم يكن بمقدورك أن تنتسب للعاصفة التي لم تكن جنينا لتمنحنا هذا السؤال المدهش، من أي نطفة تكونت؟ أن تحتفي بزوال المسافة بين الماء والسراب، أن تحجب الذاكرة بكفك كي يعبر غريب آخر دائما تطوع سفني رهبة بحارك. إلا أن السواحل ذات المباهج الزائفة والأمان المرتعش سرعان ما تبدد فينا حكمة امتطاء الرغبة. فإلى أين سيهرب أحدنا مختزلا الخصوم كلهم فيه، حاشدا غمامات الحنين في الصدر، باسطا ذراعيه للمطر غير مبال بعدم حشد صواعقه ضدنا، ومرتجفا في الآن ذاته إزاء أبسط موت كنار في عين غزالة شاردة. هب أنني خبأت عشبة الذهن تحت حجارة صلدة ورممت المدى بشفقة طرية. أتراني قادرا على اقتياد قطيع ألحاني إلى الماضي، أن أوقف سيل الدم المتدفق من صدغي البهجة، أن أفض شجار الليل والنهار، أن أعاتب كل نهار تركني وحيدا مع الليل وكل ليل لم يسقب خمرته في. حقا إنه لمن المدهش أن نتسكع في جحيم متخيل، أن نلاحق الكواكب والمجرات كالمراهقين، ونغفل القلق الذي يغير لونه كل حين في أعماقنا وكأنه سماء. الأرض تساقط فيما ينصبون عليها حيطانا ثابتة، فلأقل لنفسي إنها متعبة مثلي وكئيبة مثلك، لكن أراهن أيها الصديق أهكذا دون أن تستأذنني تقتحم دار المجانين التي في الرأس؟ من الشذرات سعيد شذرة اللامبالاة، عفوا شذرة اللامبالاة، سعيد بفراشة الأبدية
ملاك الذي يحتضن باقة ورد، لست معنيا بحرائق مسقط الرأس، المسؤولية يتحملها الله والناطقون باسمه، البلاد تحترق وأنا أتأمل باقة ورد، وريقة وريقة، وردة وردة. عناق: تحدثني عن خارطة السماء ونقشة الغيم ونجمة غامزة، وأنا القابع في أعماق بئر في قلبها، أنتظر الحبل يبرق هنيهة في مخيلتها. شذرة الانتظار، كلانا تحت الساعة الكبيرة في محطة القطار، مواسم مرت وما زلنا ننتظر لا أحد، تنقصنا التفاتة فقط، مفردة واحدة ربما. الشذرة الأخيرة هي بعنوان حريق، عفوا، حريق، عصفور يذرف دموعه لينقذ الشجرة. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ محمد. يعني هي سياحة متنوعة بين الشعر الفارسي وبين ترجمات عن الشعر الفارسي، بس يمكن بقت نقطة واحدة ما طرحنا لها أو سوينا يعني قفزنا عليها، اللي هي ترجماتك العربية إلى الفارسية. هذا كان جزء يعني ممكن نتناوله بأسئلة ومداخلات الضيوف إذا عندكم سؤال أو مداخلة. تفضلي دكتورة حسناء. حبيت أسأل أولا حضرتك تعتبر يعني اللغة الأم عندك اللغة العربية، لأن باعتبار أنت أساسك كان باللغة العربية، لو تعتبر فارسية فصارت يعني أفضل من العربية. يعني أنا في الحقيقة ولدت من أسرة عراقية من أصل فارسي، فاللغة الفارسية اللي أتذكرها يعني حياتنا في بغداد ما كانت تتعدى 5-6 مفردات. فيما بعد يعني حتى بالنسبة مثلا عندي أخوان ولدوا في إيران، فلغة البيت ولغة الحلم يعني هي أساسية، فصارت بين العربية والفارسية إلى درجة بحيث إحنا مثلاً في البيت دائماً اللوم اللي نقل حديثنا من العربي إلى الفارسي من دون أن نعرف من اللي بدأ، يعني بصراحة يعني بالله وعي صار اللغتين إنه متوازيتين. القصيدة يعني معناها ويترجم بلغة خاصة، فإذا مو شاعر يترجم هواية تفقد القصيدة من مو بس من المعنى بس حتى تصير كاركة بالأسلوب. فكيف ترى أنت يعني تجربتك، وإذا هل كتبت الشعر مثلا بلغتك الأصلية بحيث تكون متمكن من الترجمة؟ لأنه أنا أعرف مثلا أكو ترجمات للشعر مثلا رباعيات الخيام يعني ارتقت الى مستوى المعنى والمضمون والاسلوب ايضا، يعني ما فقدت يعني الكثير من محتواها. فكيف يعني حضرتك تقيم تجربتك بالترجمه؟ انا صراحه يعني صعب اقيم ترجمتي، يعني انا احاول انه يعني الدقه نقل روح احد من النقاد مثلا من النقاد الإيرانيين ترجمت فروق فرخزاد، نعم، ولكن من النقاد العرب ترجمت ترجماتي من اللغة الفارسية إلى العربية، فيعني أكو يعني وجهات نظر مختلفة الحقيقة، لكن أنا ما أستطيع، يعني أنا منجزي مو منجز كبير يعني عشان أنتظر أيضا آخرين يقيمون تجربتي، ولكن أكون سعيد مثلا إذا
توصلني مثلا ملاحظات على الترجمة، سواء بخصوص اللغة أو بخصوص المعنى الأصلي. عندي مثلا أصدقاء يجيدون اللغتين، أحيانا أتوصل بملاحظات في محلها وملاحظات مميزة. لكن أنه أنا أقيم الترجمة الإنجليزية صعب جدا. أنا أحاول أنه أقدم ترجمة مقبولة للقراء العرب يعني، وهذا أقصى ما أستطيع أفعله، أنه أمارس أكبر قدر ممكن من الوسواس مع النص الأصلي والمعادل اللي وضعته للغة العربية. يعني هي فقط يعني أشياء الملاحظة. يعني هو مجال الترجمة في عدة مستويات، يعني أكو شعراء، أكو مترجمين ترجماتهم ضعيفة، ولكن حتى هذه الترجمات الضعيفة لمن يعني بالنسبة للمترجم الآخر، إذا أنا أريد أترجم حافظ الشيرازي، لو ما أكو ترجمات مسبقة زين، هي تعطي في نوع من الأفق للمترجم أنه يشوف الآخرين كيف ترجموا، لكن مو أثناء عملية الترجمة. يعني أثناء عملية الترجمة من الأفضل أنه ما نطلع على أي نص آخر مترجم، لأنه راح يأثر حتى لو باللاوعي، وهذا مو بنفع النص اللي راح يترجم. ولكن هي عملية الترجمة، هناك المترجمين، أكو مترجمين يعني قدموا ترجمات ضعيفة، ولكن كانت مهمة وأساسية بالتعريف بمواهب كبيرة. يعني القارئ العميق يعرف أنه وهذا الشاعر، مهما كانت الترجمة، هناك شاعر كبير، ربما الترجمة لم يعني تعطي حق القصيدة. فمن الصعب يعني جهد الترجمة نشط بنقول مثلا هذه ترجمة ضعيفة، إذن هي مشطوبة بشكل تمام. كل ترجمة هي في نوع من الإضافة على مستوى، وهم اختلاف مستوى الجودة. يعني حتى ترجمات عمر الخيام، احنا ليش نقدر الآن نحكم بسهولة على النص الأفضل؟ لأنه أكو مجموعة ترجمات، حتى هذا النص الضعيف يعطينا دليل على قوة ترجمة أحمد الصافي النجفي. لا أكو أسئلة أخرى. نعم تفضل أستاذ. نعم. لكن أحمد الصافي النجفي كان عايش في إيران وكان يعمل بالتدريس وترجم رباعيات الخيام، فعاش الأجواء، يعني عاش أجواء الشعر، عاش أجواء اللغة، عاش أجواء إيران، عاش أجواء، على عكس الشخص المترجم الثاني اللي كان عايش في باريس في جامعة السربون وترجم رباعيات الخيام. فالترجمة الشعرية تحتاج إلى شكرا. واحد دكتور مصري احمد رامي. احمد رامي لا من غير احمد رامي، في ترجمات اخرى. الترجمه المصريه شايله من احمد رامي. اكو غير احمد رامي مترجمين مصريين؟ جامب سوربون من جامب. تقصد احمد رامي؟ لا في مترجم انا سمعت في بعض الترجمات العربيه صح 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 اي صح هو كان سي انا يعني نفس اللي انه في احمد اسم متاكد انه قال عنه. انا اتفق مع حضرتك بانه يعني انه تعيش البيئه الاجتماعيه، لانه بعض المفردات اذا ما تكون عايش وتعرف ظلال المعنى او الدلالات المختلفه للمعنى، الترجمه من القاموس وحدها لا تكفي. لكن في نفس الوقت يعني هناك ترجمه عبد الحق فاضل ايضا، وهو ايضا عاش في ايران وعاش في مدينه تبريز، وهي ايضا ترجمه جيده يعني. نعم نعم تفضل دكتور. عفوا تحت الباب جميل جدا الإيراني. ذكرت بأثناء محاضرتك أن الشعراء الإيرانيين خصوصا الكلاسيكيين يتميزون بظاهرة الصوفية. نعم. وأنا أوافقك على هذا. حتى سروش عندما جاء إلى بريطانيا جاء بأربع كتب معه، واحد من عندهم حافظ شيرازي، يقول حتى يعني أعيش الحالة الصوفية.
ذكرت الظاهرة الصوفية على هذا الشعر. طيب شو رأيك بشاهنامة اللي هي أكثرها مداخل وأكثرها قبائل على قومية وتاريخية؟ هاي المدرسة الأولى اللي هو ذكرها، هذه تنطبق عليها ظاهرة الصوفية؟ لا، هو يعني الفردوسي ما ينطبق عليه الجانب الصوفي. إذا ما يقدر نعم. ولكن اسمح لي، يعني قبل الفردوسي مثلا الشعراء مثلا دقيقي رودكي مثلا من جمهوريات آسيا الوسطى ما يسموها وراء النهر يسموها، هؤلاء مؤسسين رودكي مثلا مؤسسين القصيدة الفارسية، أول من كتبوا يعني أو أعطوا عمق كبير تكرس كشاعر فارسي. هناك منحة صوفي، لكن الفردوسي هو ابتعد، هو يعني كان أكو تأسيس صوفي بالقصيدة الفارسية، ولكن المدرسة الخراسانية لما تبلورت، المدرسة تبلور من مجموعة الشعراء يخلقون ظاهرة شعرية وساعدهم البلاط، يعني كان هناك أيضا الهبات والعطايا اللي كانت يعطيها البلاط للشعراء، فالهسر هذا كان اتجاه نحو مدح الملوك ومدح أصحاب السلطة اتجاه القومي. فهو الفردوسي في الحقيقة يعني هو كان اختياره انه ينأى عن القصيدة الصوفية، ولكن قبله هو اكو منحة صوفي بالقصيدة الفارسية. اي بس انا نعم. اركز على الفردوسي. نعم. انه ما في يعني بحكم ان الشعر الكلاسيكي الايراني نعم. يتميز بالظاهرة الصوفية ما ينطبق على الفردوسي. ما ينطبق على الفردوسي، ولكن يسمح بالتعميم بشكل عام، يعني الأغلبية يعني ساحقة، الأغلبية ساحقة من الأدباء الفرس. أنا أرد أقول منهجياً صعب يكون استعمل هذا اليوم. يعني أنا بصراحة أنا أيضاً اعتمدت على وجهات نظر النقاد الإيرانيين في اعتبار أنه البعد الصوفي هو أساسي في القصيدة الفارسية مع وجود الاستثناء الشاهنامة. بس أنت أيضاً كشاعر وعايش الشعر الفارسي. نعم. عايش فيها كثير، ترجمة معناه داخل في عمق. فأنا أضيف للترجمة أيضاً أن الإنسان مو فقط يعرف الوضع الاجتماعي أو لأنه كذا، في أفكار يجب أن يعرفها من الشعر الأصلي حتى يترجم. مثلاً الصوفية فيها قضية الخرقة وفيها قضية الإمام وفيها قضية الشيخ وفيها قضية كذا، فهذا لابد أن يعرف هذه المسائل والمصطلحات حتى يقدر يترجم ترجمة صحيحة. صحيح، أكيد أتفق مع حضرتك. بخصوص المنحة الصوفي، يعني هم حتى مثلا حافظ الشيرازي ولا سعد الشيرازي، هم صحيح يعني اتغذوا من الافكار الصوفيه، ولكن هم في حياتهم الاجتماعيه هل كانوا صوفيين؟ كثير من قصائد هم ذولا عمالقه الشعر الصوفي. حافظ الشيرازي عملاق الشعر الصوفي وتاثر به مو فقط الشعراء الفرس، تاثر حتى به حتى جوته في كتابه الديوان الشرقي الغربي. ولكن هل هو كان في حياته اليوميه كان صوفي؟ هل هو في ديوانه عنده مواقف من الصوفية؟ متأثر نعم أكيد. هل كان يعني كان في مديح للمذاهب الصوفية؟ كان على خلاف ذلك دائما في ذم كل مفردات التصوف، من الخرقة، من السجادة يسميها خرقة الرياء مثلا حافظ، من المريد، من الاستهزاء بالشيخ الطريقة، دائما يقول أنه أنت تسير على طريق خطأ. فهؤلاء هم في نفس الوقت هم صوفيين في 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 جانب من القصيدة، وهم في ذم للمتصوفة. جلال الدين الرومي عند كثير من القصائد في ذم المتصوفة. فيعني أن نحكم على الشعراء الإيرانيين أنه هؤلاء هم متصوفين كمسلك في حياتهم، كمنهج في حياتهم، على الأطلاق لا. كثير يعتبرون شعراء مجون وفسق وخمر ونساء وتغزل، حتى بال حتى في كثير من قصائد حافظ أو سعدي الشيرازي، أجر أنترك الشيرازي بدسارة الدنيا مرة بخاله هندوش بخشم سمركد بخارة، ما معناها يقول أنه لو ذاك التركي الشيرازي، لأنه يعني الشيراز كان فيها أتراك، يقول أنه إذا استطاع أن يمسك هوى القلب فأمنحه فأمنح أمنح يعني شامته الهندية سمرقند وبخارى.
هي فقط الشامت الهندية للغلام التركي بلحظة ما كان له بقاء. صحيح. إيه. بس أنا ولا أنهينا على الحديث هنا. أنا أنهينا. أنت ذكرت العشق الإلهي والعشق الآخر يعني. نعم. هذه عندما ينتقد شعر هؤلاء. نعم. هذه القضية تأتي. النقاش يأتي حول هذا الموضوع. وهذا النقاش نفسه في مزامير داوود. نعم. مزامير داوود. نعم. فيها مسحة كما تعرف. نعم. يعني جنسية لحد ما. فالكثير منهم اللي يدافعون. نعم. عن هذه المزامير يقولون هذه لها علاقة بالعشق الإله. أنا أشكر الإنسان. نفس الشيء، نفس الشيء في النقد اليوناني. يمكنك أن تقارن. نعم. كدراسة. نعم، نفس الشيء في النقد الإيراني الحديث. تمام. هناك نقاد يعتبرون حافظ، نقاد المؤدلجين يعتبرون حافظ. صحيح. شيعي متعصب الولاية والإمامة يفسرون. وقسم شعراء يعتبروه شاعر مهتم بالغلمان والنساء والخمر والساق. تعقيبا على كلام الأستاذ، هو الشاعر أولا يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. الشاعر مو بالضرورة يكتب واقع، هو أصلا يعني أساس الإبداع أن يحلق بالخيال. لهذا مثلا إحنا عندنا شعراء، محمد سعيد الحبوبي ما ضايق الخمر بحياته، بس هو يوصف الخمر كأنه هو شاربها وهو مستمتع. ونفس الشيء عندنا شريف الرضي من افقه الشعراء، بس هو شريف المرتضى اشتهر بالفقه واشتهر بأغزل يعني ابيات الشعر العربي. فهاي يعني شوي يعني من باب العفو يعني بعيد عن الجديه، احد اصدقائي يذكرني على مدينه من المدن بين قوسين المقدسه في العراق، فيقول في المناسبات الدينيه حب كبير من الماء، فياتي احدهم فيصب في مثلا زجاجتين من الخمر المركزه والكل يشربون وينتشون ويقول لك هذا ماء وكذا. فاني شخصيا ما اعرف، شخصيا بعيدا عن هذه الحكايه، شخصيا اعتبر اي شاعر كان كتب في الخمر واوصاف الخمر اني اعتبر شخصيا اعتبر انه هذا ارتوى من الخمر، ارتوى بما فيه الكفايه. خلونا ناخذ سؤال اذا تسمح، اذا تسمح حضرتك سترين تفضل. عفوا عذرا، بديت بس اسال عن ترجماتك الى الفارسي. الى الفارسي. الى العربي. لمن ترجمت اولا؟ وكيف وقع الاختيار؟ هل هو اعجابا فقط ام فكره رساله توصيل الشعر العربي الى الفارسيه او تكليف ممكن يعني؟ شكرا. الى الفارسيه؟ نعم. بصراحه يعني أنا فتحت عيني على الترجمة إلى اللغة الفارسية، وجدنا السوق، سوق الكتب والصحف الإيرانية لأنها شعراء المقاومة الفلسطينية وشعراء المقاومة في العالم العربي، هذا كان الشغل الشاغل ما بعد انتصار الثورة الإيرانية. فأتهيأت لي فرصة أنه أنشر في أهم ملحق شعري في جريدة إيرانية، جريدة اطلاعات، هنا اطلاعات بمعنى المعلومات يعني. فاسم الصفحة كان اسمها بشنو أزني، كل يوم ثلاثاء تصدر في إيران، هذه صفحة الشعرية الأولى. بشنو أزني، أنصت للنايم، مقتبسة من جلال الدين الرومي، وكان يديرها الشاعر علي رضا كازول. يعني أنا قدت أكسر هذا النمط الموجود انه الشعر العربي فقط مركزين على الشعراء الفلسطينيين، فترجمت الى من الشعراء العراقيين اللي اتذكر يعني، حاولت انه اقدم مقدمه قصيره وثلاث اربع قصائد. فكثير من الشعراء العراقيين شعراء المهجر ترجمت لهم، من فاضل السلطاني مثلا، صلاح نيازي، عدنان الصائغ ترجمنا لأربع قصائد في بشنو أزني هي نفسها، كثير من الشعراء العراقيين، سيركون بولس. يعني أنا حاولت أقدم صورة عن المشهد الشعر العراقي، وأيضا ترجمت ما يقارب 30 قصيدة الشاعر أنا شخصيا أعتبرها من أفضل الأصوات النسوية في الشعر العربي الحديث، اللي هي سنية صالح، وكثير من قصائدها
الشاعر السورية زوجة محمد المعروض. كثير من القصائد اللي ترجمتها للفارسية نشرت في صحف وملاحق مجلات إيرانية. كثير من الترجمات مثلا شعراء مثلا لبنانيين أيضا مثل بسام حجاج قصائد المطولة ترجمت ما جمعتها في كتاب في الحقيقة، لكن قريبا يعني في الشهر القادم بالاتفاق مع دار نشر إيرانية في طهران حيكون عندنا سلسلة يعني كل شاعر 40 صفحة 50 صفحة ترجمة للفارسية مع النص العربي، النص العربي والبداية حتكون مع مختار الشعرية صلاح نيازي. نعم. هناك أسئلة أخرى؟ تفضل دكتور محمد الموسى. العفو بسؤال بسيط. ذكرت حضرتك عن المدرسة العراقية. نعم. الشيرازي. نعم. وقلت تسمى المدرسة العراقية أو اسم ثاني، بس ما ذكرت اسم ثاني. صحيح، ملاحظة مهمة. أشكرك. التسمية بعض القوميين الفرس يقولون لا مو نسبة إلى العراق، عراق ما بين النهرين، وإنما إلى عراق العجم. عراق العجم يقصدون بأراك، مدينة أراك، مدينة أصفهان، هذه المحدودة الجغرافية، يقولون نسبة إلى هذه لأنه كثير من شعراء كانوا من هذه المنطقة. والحقيقة يعني شيراز في منأى عن هذه الواقعة الجغرافية، وأنا شخصيا أعتقد أنه حتى كثير من يعني أكو إشارات دائما حضور بغداد في قصيدة حافظ الشيرازي يقول الحبيب مثلا لم نجده في شيراز يا ليتنا كنا قد ذهبنا إلى بغداد، ما معنى القصيد يعني البيت. فدائما أنه هما القبلة الثقافية بتاعهم كانت مدينة بغداد باعتبارها الحاضرة العلمية والثقافية والأدبية. فأعتقد أنه التسمية نسبة إلى العراق هي الأصح وليس نسبة إلى أراك اللي هي وقعة جغرافية داخلية. شكرا. بس عطفا على هاي بدي أسألك، مدى الحرية المتوفرة الآن للشعراء الإيرانيين؟ شنو رأيك؟ موجودة حرية إلى أي مدى؟ حرية يعني هل كانت الحرية متوفرة للمخرجين السينمائيين الإيرانيين حينما أخرجوا عباقرة في السينما الإيرانية؟ أنا شخصياً أعتقد أنه الموهبة الحقيقية تستطيع أن تتغلب على كل المحظورات والكبت وخنق الحريات في ظل نظام، أي نظام كان إيديولوجي أعتقد. ولكن هل هذا مبرر لخنق الحريات؟ على الأطلاق لا. ولكن أعتقد أنه الموهبة الشعرية يعني كثير من الشعراء في العراق أيضا في فترة الدكتاتورية أيضا كتبوا قصائد عظيمة. هل تم اختيار شعراء؟ هل أكو شعراء مسجونين؟ شعراء مسجونين؟ أنا شخصيا ما أعرف شعراء أنا شخصيا ما أعرف شعراء مسجونين، ولكن هل يعني أنه أعتبر مثلا الوضع السياسي أو الحريات في إيران هي بمستوى دول أخرى في أوروبا؟ طبعا لا، مختلفة. لكن فقط أحب يعني في إطار السؤال هذا، يعني السياسة أحياناً تخلينا نصدر أحكام قاسية على الحركة الأدبية والثقافية في إيران. في إيران هناك مافيات ثقافية، هناك مافيا بالمناسبة أكثر الناس كراهية للأدب العربي وعدم إعجاب الأدب العربي وما عندهم رغبة بالتواصل مع الأدب العربي الحديث هم هم التيار الحداثي في إيران بصراحة. يعني عنصرية قومية ويعتبرون نفسهم هم أقرب إلى أوروبا وقيم الحضارة الغربية من هؤلاء العرب المتخلفين، هذه مقولتهم باختصار. وهم إذا ذكروا بلد بإيجابية من البلدان العربية فهم يعترفون فقط بمصر بسبب علاقات يعني قديمة وكذا، ما يعترفون أنه أكو حاضرة ثقافية مميزة في العراق أو مركز ثقافي إشعاع أو المثقفين أو نخبة سياسية عراقية وعاية. وهناك مافيات شعرية بمعنى الكلمة، يعني هذا يعتبر شاعر. حتى أنا في مرة من المرات سألتني صحفية قالت لي أنت كيف تترجم عباس كيارستمي وتترجم رواية منؤو؟ منؤو روائي محسوب على يعني الجانب السلطة.
روائي مبدع، وهو يعني دائما يختاروا من افضل 10 روائيين في القرن يعني في تاريخ الروايه الايرانيه، رضا امير خاني. فقلت انا ما لي علاقه بالجانب السياسي، اذا امشي بالجانب السياسي لازم الغي مثلا الغي سلمان هراتي، شاعر سلطه كان سلمان هراتي، لكن شاعر جميل، شاعر عذب، شاعر غنائي، ويعني سلطه باي معنى. يعني هو كان معتقد، كان مؤمن انه هذه الثوره الايرانيه هي حتحرر العالم كله من الظلم. وهو شاب بدايات الثوره الايرانيه تنبأ بموته حادث سياره، فعلا صار حادث سياره ومات. ممكن اقرا لكم قصيدتي اذا تسمحون. عفوا. سلمان هراتي. أنا أيضا أموت، ولكن ليس مثل غلام علي سقط من الشجرة وترك الأبقار تتضور جوعا وتمضغ الأعشاب الجافة باستياء. من سوف يمنح العلف للأبقار؟ أنا أيضا أموت، ولكن ليس مثل غلبانو التي ماتت عند الولادة وهكذا أصبحت صغرى، يعني البنية اسمها صغرى، وهكذا أصبحت صغرى أما لأخيها الصغير ولم تذهب إلى المدرسة. من سيحوك السجادة؟ أنا أيضا أموت، لكن ليس مثل حيدر الذي سقط من علو الجبل، لذلك احتفلت الذئاب فاحتفظت خديجة بأكياس مطرزة في أسفل الصناديق. من ينقذ الخيول البرية؟ أنا أيضا أموت، ولكن ليس مثل فاطمة التي ماتت بسبب نزلة برد فشطفت أمها السماور بماء النهر. من يجلب القمح للمزارع؟ أنا أيضا أموت، ولكن ليس مثل غلام حسين بلدغة الثعبان فاتجه والده إلى الوديان والأنهار التي بلا جسور، نظر وبكى. من ينظف حظيرة الغنم؟ أنا أيضا أموت، ولكن في شارع مزدحم أمام عيون غير مكترثة تحت عجلات سيارة قاسية، سيارة طبيب غاضب عائد إلى مستشفى حكومي بعد يومين. في العمود المخصص للتعازي بالصحيفة كتبوا تحت صورة فوتوغرافية: أنت يا من رحلت، من سيملأ صناديق القمامة؟ شكرا جزيلا لك. الترجمة بالحقيقة دائما يجد الإنسان نفسه أمام نص، سواء كانت ترجمة بشكل عام صعبة، ولذلك يقال دائما أنه ترجمة وكأنما خيانة أو الوجه الآخر للغة. لكن الحقيقة لما الإنسان يبدي يترجم الشعر يحس نفسه أمام نص معبر بالأفخاخ ونص يثير إشكاليات متعددة أزال، سواء كان على صعيد الخيال أو على صعيد الصورة الشعرية. الإمساك بها قد يتراءى أحيانا كثيرة أنه صعب، لذلك تقرني هنا يعني تجربتي لشاعرين عربيين ولهما الدكتور محمود صبح، رغم تمكنه من اللغة العربية واللغة الإسبانية، عندما ترجم أشهد أنني عشت لبارلو نيرودا، يقول أنا أعتقد تعبت في ترجمة هذا النص أكثر من كاتبي. التجربة الأخرى لشاعر تونسي اسمه مصطفى القصري، هذا حاول يترجم بعض النصوص المتعالية حسب مسمياته لسان جون بيرت، يقول لما شفت هذا النص، نص متعالي تماما، أريد أخلي أي عبارة عربية أو جملة تقف أزاء هذا النص، فيقول لولا قدسية القرآن الكريم كان أنا ممكن الحل الوحيد بالحقيقة آخذ آيات من القرآن وأخليها أمامي، لأن هذا الحل الوحيد، لأنه نص متعالي تماما. شنو نقصد متعالي؟
يعني يصل الى اعلى مستوى في اللغه، اعلى امكانيه متاحه في اللغه. اعلى امكانيه متاحه في اللغه. بالحقيقه سؤالي قدمت لنا سياحه جميله جدا عن الشعر الفارسي، كنت اتمنى لو شويه تتسع بها اكثر، بالحقيقه لان نفتقدها احنا. واتمنى لو المؤسسه متكرمه علينا ان تخصص يعني محاضره اخرى في الادب الفارسي بالحقيقه، لان نفتقدها احنا، هذا واحد. لكن انا سؤالي، انت تعاملت امام متنين، متن الشعر العربي والمتن الشعر الفارسي. كنت اتمنى لو شويه يعني تحكي لنا ولو في شيء مقارن عنهم، الان مرت المحاضره، لكن سؤالي بالحقيقه الى اي مدى اثر بيك المتن الفارسي في محاولتك لكتابه القصيده العربيه؟ يعني اين يكون هذا التاثر؟ يعني اسمح لي ابدا بخصوص يعني صعوبه الترجمه. احيانا هناك مثلا قصائد رائعه ومميزه وفيها فقرات غامضه، يعني غامضه حتى بالنسبه للقارئ الايراني وبالنسبه للنقاد الايرانيين. لا انت تستطيع انه يعني تشطب او تتجاهل القصيده من مشروعك في الترجمه، ولا انه توصل الى صياغه يعني او الى فهم تعتقد انه هذا هو المقصود الشاعر. هذا حثت معي في اكثر من نص الفروق فرغت. هناك يعني ابيات فعلا غامضه، او مو ابيات في الحقيقه، مقاطع غامضه. بخصوص سؤالك، يعني انا في كتابه القصيده انا شاعر مقل وكسول، فهذه يعني بصراحه يعني هناك من كتب عن مجموعة من الشعراء العراقيين المقيمين في هولندا وأشار إشارات إلى تأثر باللغة الفارسية بالشعرية الفارسية، من ضمنهم الدكتور ناقد حاتم الصقر، وأيضا شاكر العابي كان أيضا عنده دراسة عن الشعراء العراقيين في هولندا، وكان عندي مجموعة قصائد مشارك في المجموعة الشعرية المشتركة. هناك إشارات يعني من بعض النقاد إلى تأثر باللغة الفارسية. ما أستطيع يعني، هي لحظة كتابة القصيدة لحظة لا شعورية، أنت ما تعرف أنه أنت متأثر أو غير متأثر، لا تحس نفسك أنه أنت متأثر بشاعر ربما ما تكتب القصيدة، يعني تعتبرها فد نوع من التقليد صوت آخر. هو لحظة الكتابة تحاول أنه تكون منفردة وتعتقد أنه هذا شيء جدا خاص، ولا ما تتجرأ عليه، أو يعني ما عندك الرغبة في كتابة القصيدة إذا تحس نفسك أنه أنت متأثر. هي لحظة الشعور بالاستقلالية في الحقيقة، استقلالية عن كل الأصوات الشعرية، بغض النظر عن أن هي كانت صحيحة أو مو صحيحة، ولكن التأثر هو باللاوعي. نعم، أستاذ عدنان الصايغ. سعيد أن ألتقي بالأستاذ محمد. تسلم. أكثر من ربع قرن. تسلم. سؤالي حول الأعداد الشعرية الآن في إيران. أين تضع تجربة يد الله الرؤيائي أو إسماعيل كدري في مجمل التجربة والشعراء المحدثين الآن؟ وأيضا تعقيب على الأستاذ بالنسبة لسان جورديس، من ترجموا رغم المؤاخذات هو أدونيس، وأيضا عبد الكريم باسل عند ترجمة أنا باس. إسماعيل عفوا؟ إسماعيل كادري. يد الله رؤيائي مهم جدا في المشهد الشعري الإيراني، لكن في الحقيقة هو بسبب عزلته أو كونه يعيش في المهجر ما يعني لا هو تبنته المافيا الحداثية في إيران، هو من المغضوب عليه من المؤسسة الرسمية، ولكن هو يعني عنده تجربة مهمة مع أحمد رضا أحمدي في كتابة يسموهم موج النوع، الموجة الجديدة، شعراء الموجة الجديدة اللي قدموا للقصيدة الإيرانية لغة مختلفة تماما، وخصوصا يد الله رؤيائي يقال حتى يقال بأنه قاموسة، يعني بعيد كل البعد عن الجانب الروحي، هو يعني حاول يقدم رؤية مختلفة للأشياء، صوغ مختلف لي يعني بعيد عن العبارات، بعيدا عن هذه اهم ميزه في قصيده يد الله رؤيائي،
90% من الشعراء الحداثة الإيرانية تأثروا بنيمايوشيج، ولكن التأثير الأقوى نيمايوشيج تأثروا من ناحية اللغة، وتأثروا من ناحية الأفكار بأحمد شامل. لكن أحمد ما باستثناء طبعا سهراب سبهري مثلا، ها باستثناء أحمد رضا أحمدي ويد الله وإياي، هؤلاء يعني تعالوا عن الإيديولوجيا وهذا الصراع الإيديولوجي وهذا البعد السياسي اللي انعكس في القصيدة الإيرانية. مفاهيم الحرية والعدالة والمطالبة بالقيم الإنسانية اللي موجودة في قصيدة أحمد شاملو، رغم مثلا هو لغته فخمة، لكن خلت بعد شعاراتي موجودة بقصيدته. لهالسبب هذا لما تترجم كأنه تترجم أحيانا صورة شعرية جدا جميلة مطعمة بالشعارات. هذا ما لا نلحظه لا في قصيدة يد الله رؤياي ولا في قصيدة أحمد رضا أحمدي اللي هم أهم اسمين في جماعة الموجة الجديدة موجة نو. يعني من المفارقات مثلا من المفارقات أنه يد الله رؤياي ما توجد دراسة نقدية خلال سنة كاملة في إيران عنه، وأحمد رضا أحمدي اللي هو ابن نفس الجماعة أو الموجة أنه دائما في حوارات، دائما في ترجمات، دائما في تسليط ضوء على أعماله الشعرية. هنا أعود إلى سؤال الأستاذ محمد موسى، أنه أن تكون في داخل البلد أو خارجه، أن يعني أحيانا أحمد رضا أحمدي على الأطلاق ما كان شاعر السلطة أو قرب من السلطة في إيران، لكن أحيانا مجرد تكون في داخل البلد وتمارس نوع من ال يعني تترفع عن المؤسسة، لما تكون موهبة شعرية لازم المؤسسة تخضع لك. هذا ما حدث مع أحمد رضا أحمدي وما لم يحدث مع يد الله رؤياي. نعم. فكنت يعني حاير ما كنت نص إلا بالعربي، رغم اهتمام السيدين بي كان كثير، بس فقط يعني ليش قلت إنه ليش ما مترجم؟ مترجمة اللبناني اللي كان يصدر مجلة أدبية معنية بالأدب الفارسي، توفى أستاذ كبير مع الأسف اسمه غاب عن ذهني، أستاذ لبناني متخصص ومترجم كبير بالأدب الفارسي، ترجموا له عدة قصائد، أكو ترجمات اليد الله وإياي، لكن هو أيضا لغته صعبة. وكثير من الشعراء الإيراني يعني سهراب سبهري مثلا، لاحظ سهراب سبهري باللغات الأوروبية مترجم بكثرة، لكن أحمد شاملو قصيدته مبنية على الفخامة ونوع من العودة إلى المدرسة الخراسانية بشيء ما، فخامة اللغة مع الأسف يعني ما في ترجمات جيدة بصراحة أقولها. هناك ترجمات جيدة سهراب سبهري، لكن لا توجد ترجمات جيدة بأي أحمد شاملو. يد الله رؤياي فعلا أتفق معك، هو ما أخذ حظه في العالم العربي من حيث الترجمة، أتمنى في المستقبل ربما. أشكرك. إذا أكو أسئلة أخرى؟ أحب أعلن عن أمسيتنا الأسبوع القادم، ستكون الأجواء مختلفة وسنكون مع جهد عراقي مميز في المملكة المتحدة مع الهيئة الاستشارية للإعمار والتطوير وعضوين من الهيئة الاستشارية اللي هي هيئة قائمة على جهود مجموعة من الأكاديميين والباحثين في مختلف المجالات، سيقدمون ورقتين اللي هي عن الاقتصاد صادق الركابي ودراسة أخرى للدكتور عبد الحميد الإشاقر. نتمنى أن نقدم فيها خطوة أو مساعدة ولو في جزئية صغيرة لما يحصل في العراق. نتمنى أن تتواصلوا معنا في أماسينا وتتواصلوا مع الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفي الأماسي والتغطيات لهذه الأماسي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.